نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة التناصح في طرابلس، والبداية بأبرز ما فيها. شورى مجاهدي درنا يعلن حل نفسه وتشكيل قوة حماية المدينة. منظمات حقوقية دولية تستنكر التصعيد العسكري على تخوم مدينة درنا. أعيان الزاوية والزنتان يعقدون ملتقى للمصالحة الوطنية. أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها عطية شاهري أعلن حل مجلس الشورى وتشكيل قوة عسكرية جديدة تحت اسم قوة حماية درنا، مضيفا أن هذه القوة ستعمل تحت ميثاق درنا مع باقي مكونات المدينة. وتقديرا لتلك المواقف العظيمة من أبناء المدينة الكرام الأوفياء التي تجلت فيها آيات الإخاء والتعاون ووحدة الصف وتوحيد الكلمة وتآلف القلوب، فقد رأى المجلس أن يخطو خطوة أكبر لندمج كل أبناء المدينة ثم العمل صفا واحدا تحت اسم واحد قرره أبناء المدينة الكرام، وهو قوة حماية درنا، لنكمل العمل تحت ميثاق مدينة درنا صفا واحدا مع جميع مكونات المدينة ومؤسساتها. وأضاف الشاعري في كلمة متلفزة أن جميع مكونات درنا اجتمعت تحت ميثاق واحد يستند في مرجعيته على دار الإفتاء الليبية، مضيفا أن المجلس لم يتردد في المبادرة إلى الصلح وإفشاء السلام. جمع المجلس أثناء هذه المسيرة المباركة بين حفظ ثغور المدينة والحفاظ على مؤسساتها، واجتمعت مكونات المدينة الاجتماعية والمدنية والعسكرية تحت ميثاق واحد يستند في مرجعيته الشرعية على دار الإفتاء الليبية. وعاشت المدينة في تلك المسيرة المباركة حالة من الأمن والاستقرار تميزت بها عن جميع المدن الليبية، والحمد لله رب العالمين. لم يتردد المجلس أثناء تلك المسيرة المباركة في المبادرة بمد يد المصالحة وإفشاء السلام لمن أراده، وجمع بين الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبين الأخذ على يد الظالم بالقوة. الشاعري أشار إلى أن أعظم ثمار مسيرة المجلس هي إفشال مشروع حفتر الذي انتهك جميع الحقوق الإنسانية والأعراف القبلية، لافتا إلى أن هدف مشروع حفتر هو القضاء على ما تبقى من ثورات الربيع العربي ومدنية الدولة. كان من أعظم ثمار تلك المسيرة المباركة إفشال مشروع العاجز حفتر الذي عاث في الأرض فسادا ومزق النسيج الاجتماعي لأبناء الوطن وخالف كل أحكام الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية وانتهك جميع الحقوق الإنسانية. وبعد إسدال الستار على هذا المشروع الإجرامي، في غياب ملفت للدولة الليبية وأجهزتها مما يحدث في مدينة درنا، وفي ظل صمت مطبق للمجتمع الدولي من حالة الحصار والتضييق التي يعانيها سكانها 130,000 على يد ميليشيات حفتر التي أعلنت بدء عملياتها لاقتحام المدينة المتحصنة وراء طبيعة شديدة الوعورة وإرادة قوية وتمنع أقوى عن الخضوع للإدارة القبلية المتأصلة في الشرق الليبي. مجلس شورى مجاهدي درنا وهو التشكيل المناط به الدفاع عن المدينة طبقا لاتفاق نوايا كان قد صدر في وقت سابق العام الماضي بين مكونات المدينة العسكرية والمدنية، وساغ سياق الأولويات والعلاقة بين مكوناتها. شورى المجاهدين أعلن الجمعة على لسان مسؤوله العام عطية الشاعري حل المجلس وتشكيل قوة حماية درنة لمواجهة أي هجوم قد تقدم عليه ميليشيات مجرمي الحرب حفتر. قوة الحماية التي وقع تشكيلها من المتوقع أن تضم أطيافا من مجتمع المدينة وعسكريها لتجمع أبناء درنة في قناة واحدة وصف واحد للدفاع عنها لمحاولة التصدي لقوات حفتر التي تتلقى دعما إقليميا جويا من مصر ومساعدات عسكرية من دولة الإمارات. ومن المتوقع أن تظهر الأيام القليلة القادمة مدى الصلابة التي سيظهرها تشكيل قوة حماية درنة في إدارة العمليات العسكرية وتأمين الدعم اللوجستي لمقاتليه
وسط صمت حكومة طرابلس المطبق وغياب إرادة المصالحة لقبائل الشرق الليبي الواقعة في جنازير دبابات الكرامة وقبعات العسكر. ونبقى في درنا حيث أفاد مراسلنا هناك أن أهالي وأعيان وحكماء المدينة خرجوا في وقفة احتجاجية بالمدينة بعد صلاة الجمعة أمام مسجد الصحابة للتعبير عن استنكارهم للعدوان الذي تتعرض له المدينة. وأضاف المراسل أن الأهالي ناشدوا المدن والمناطق المجاورة بضرورة إخماد فتيل الفتنة والحفاظ على حسن الجوار، موضحا أن المحتجين رفعوا شعارات تدعو للمصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف. ونظم عدد من طلبة المرحلة التعليمية أو المراحل التعليمية المختلفة بمدينة درنا الخميس وقفة احتجاجية للتنديد بالعمليات العسكرية على المدينة والقصف الأجنبي الذي تتعرض له. ورفع الطلبة شعارات تطالب بتحقيق المصالحة العادلة بين درنا وجيرانها، رافضين في الوقت ذاته الاحتكام للغة الحرب والسلاح. استنكر أهالي تجورا في بيان لهم الجمعة ما يحاك ضد مدينة الصحابة من قصف وحصار وتجويع وتهديد. وأدان أهالي تجورا الصمت المتعمد للحكومة المقترحة ومن الأمم المتحدة لقتل المدنيين وترويع الآمنين في درنا. البيان ندد بالتدخل الأجنبي للإمارات ومصر وفرنسا على مرأى ومسمع الجميع، واستهجن عدم تطبيق البند السابع ضد ميليشيات حفتر. وليعلم الشعب الليبي أجمع أن الأمم المتحدة لم ولن تنفعكم، ومجلس الأمن لن ينفعكم، والحكومة المنبثقة عن الأمم المتحدة لن تنفعكم، والحل الوحيد هو العودة إلى الله وترك الخلافات والوقوف مع الحق ضد الباطل، فإنه لن ينفع الباطل أبدا مهما طال الزمان. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعاشت درنة صامدة حرة أبية في وجه الطغاة، حررت بتاج. وأدان عدد من أهالي وثوار مدينة زليتن اعتداء مجرم الحرب حفتر المدعوم من الإمارات ومصر على مدينة درنة. الأهالي والثوار في زليتن رفضوا الاعتداء والتدخل في الشأن الليبي، مطالبين في الوقت ذاته بإقامة منطقة حظر طيران لوقف العدوان، مؤكدين في الوقت ذاته أن أهالي درنا وثوارها هم أول من حارب ما يعرف بتنظيم الدولة في ليبيا. أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية بيانا مشترك بشأن العدوان على مدينة درنا، وأعرب البيان عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري والخطير والتهديد باجتياح مدينة درنا من قبل ميليشيات حفتر، والذي يهدد أمن وسلامة قرابة 100,000 نسمة من سكان المدينة. البيان استنكر الصمت المريب للحكومة المقترحة إزاء هذا التصعيد الذي يرتقي إلى التواطؤ والمشاركة في الحصار والعدوان، ويحمل البيان المسؤولية القانونية للحكومة المقترحة لهذا التقاعس وما يترتب عليه من خسائر في الأرواح والممتلكات. ودعا البيان والمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة إلى دعوة مجلس الأمن
لعقد جلسة طارئة لحماية المدنيين وفك الحصار عن المدينة بشكل فوري. دعا عضو مجلس الدولة منصور الحصادي المجلس الرئاسي المقترح إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والتاريخية لحماية المدنيين في درنا. الحصادي في بيان له طالب الرئاسي المقترح بحل الأزمة في درنا سلميا ووقف القصف ورفع الحصار عنها، تأكيدا لما جاء في اتفاق الصخرات حول المدينة من بنود منها تشكيل لجنة تقص للحقائق خاصة بالمدينة. انطلق بمدينة الزاوية الخميس الملتقى الثاني للمصالحة تحت شعار الزاوية والزنتان انطلاقة للمصالحة والبناء. وأكد الحاضرون على مخرجات ملتقى المصالحة الأول الذي عقد في 17 من أبريل الماضي. ينعقد الملتقى الثاني بمدينة الزاوية تحت شعار الزاوية والزنتان انطلاقة للمصالحة والبناء، ليكون البداية الحقيقية للمصالحة والاستقرار للمدينتين والوطن، ودعامة من دعامات تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة للأجيال القادمة بعون الله. كما اتفقت المدينتان في اتفاق المصالحة المبرم بينهما على عدة بنود من أبرزها احترام المعاهدات المبرمة بين المدينتين وحرية التنقل والتجارة، إضافة إلى التأكيد على أهمية الحوار الليبي الصادر عن اللقاء الأول بالزنتان بين المدينتين بتاريخ 17 أبريل 2018. 2. ليبيا دولة واحدة ولن نقبل بتقسيمها أو النيل من ترابها. 3. التأكيد على الحوار الليبي وداخل الأراضي الليبية. 4. عدم اللجوء للسلاح أو التلويث به والاحتكام للحوار في إدارة أي خلاف أو نزاع. التأكيد على مبدأ أن ليبيا دولة واحدة ومستقلة هو أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الزاوية والزنتان. الزميل مفتاح الشركسي يرصد لنا المزيد. عقد الخميس ببيت الثقافة بالزاوية الملتقى الثاني للمصالحة والبناء بين مدينتي الزاوية والزنتان، والذي أكد على العديد من الأهداف أهمها ما يتعلق بوحدة الدولة واعتماد مبدأ الديمقراطية، وتأكيدا على ما جاء في المادة الأولى من الإعلان الدستوري التي تنص على أن ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للسلطات. التأكيد على العمل بما جاء في الدستور والاعتماد على المادة الأولى من الإعلان الدستوري، وهو أن ليبيا دولة واحدة مستقلة وتنتهج مبدأ الديمقراطية وتدين بالإسلام وتعتبره المصدر الأول في التشريع. كان هذا أبرز ما في اتفاق المدينتين الداعم للوحدة والسلمية. التأكيد على الحوار الليبي وداخل الأراضي الليبية. 4. عدم اللجوء للسلاح أو التلويث به والاحتكام للحوار في إدارة أي خلاف أو نزاع. التأكيد على الحوار الليبي وعدم الاحتكام للسلاح كان هو الآخر نقطة بارزة في الاتفاق، ورسالة واضحة لكل من يريدون القفز على العملية الديمقراطية وعرقلة الدستور والسيطرة على كرسي الحكم وزرع الفتنة بين المدن الليبية. نقاط أخرى تم الاتفاق عليها بدت رسالة هي الأخرى إلى كل المشككين في مقدرة المدينتين والليبيين على البناء، والدعوة إلى ثقافة الحوار والتداول السلمي على السلطة وحماية ثورة فبراير والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية. أعلن رئيس لجنة المصالحة مصراتة تاورغا يوسف الزرزاح قرب التوقيع على ميثاق نهائي يرجح أن يكون قبل شهر رمضان بين المدينتين. الزرزاح في تصريح صحفي قال إن الميثاق بين مصراتة وتاورغا سيمكن النازحين من العودة لمدينتهم في حال الاتفاق عليه، مؤكدا أن هناك إجماعا من أهالي مدينة مصراتة حول عدم وجود أي مانع من عودة أهالي تاورغا لمدينتهم.
وقال الزرزاح أن هناك عدم جدية من المجلس الرئاسي المقترح في تنفيذ بنود الاتفاق. ناقش مدير مركز سبها الطبي عريش الوافي مع عميد المجلس البلدي سبها حامد الخيالي الخميس مع ممثلي منطقة سبها العسكرية الصعوبات التي واجهها المركز الطبي في تأدية عمله جراء الاشتباكات في المدينة. وحسب الصفحة الرسمية للمجلس البلدي على فيسبوك، فقد اتفق المجتمعون على عديد النقاط لحماية المركز من خلال خطة أمنية محكمة. هذه النشرة ما زالت متواصلة وفيها بعد قليل. شركة البريغا تؤكد أن إمدادات المحطات بالوقود تسير بشكل اعتيادي. أهلا بكم من جديد. اعتذرت الحكومة البريطانية الخميس رسميا للمعارض السابق لنظام القذافي عبد الحكيم بالحاج بعد التورط في تسليمه هو وزوجته لنظام القذافي عام 2004. وقرر المدعي العام البريطاني جيرمي رايت خلال جلسة للبرلمان تعويضا قدره نصف مليون جنيه استرليني لعبد الحكيم بالحاج وزوجته بعد الإساءة إليهما وخطفهما من تايلاند قبل نقلهما إلى بريطانيا وإتمام عملية التسليم للقذافي. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن عبد الحكيم بالحاج وزوجته فاطمة بوتشار تعرضا لمعاملة مروعة وأن أفعال حكومة المملكة المتحدة ساهمت في اعتقالهما وتسليمهما مقدمة اعتذارا رسميا دون تحفظ حسب نص الرسالة. 2012 Mr. Abdul Hakim Belhaj and his wife Mrs. Fatima Bouchar
الخبر الأبرز اليوم اعتذار بريطانيا لرئيس حزب الوطن عبد الحكيم بالحاج عن حادثة اختطافه وزوجته من تايلاند بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى بريطانيا ومنها إلى ليبيا ليتم تسليمه إلى نظام القذافي الذي ارتكب ضده جرائم تعذيب مروعة بحسب كلام رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في قلب البرلمان البريطاني. الاعتذار لم يأتي لوحده بل قرر المدعي العام البريطاني جيريمي رايت تعويض بالحاج بمبلغ 500,000 جنيه استرليني كتعويض مادي عن تلك الحادثة التي لطالما ما طالت بريطانيا في الاعتراف بها. منذ البداية عرضت علينا الحكومة تصفية الموضوع بمقابل مادي ضخم ولكنني لم أرتضي ذلك وطالبت أن تعترف الحكومة بهذا الجرم وتعتذر عن هذا الفعل. على مدى المدة السابقة التي شهدت قضايا عديدة تم وضعها أمام القضاء وجولات من المحاكمات ضد وزير الخارجية جاك سترو وأجهزة الاستخبارات البريطانية التي ساهمت في العملية بشكل رئيس في عام 2004، رغم أن الاعتذار جاء خارج أروقة المحاكم وبشكل غامض وباتفاق بين بريطانيا وبالحاج، وبعد انكشاف التورط السافر للمخابرات البريطانية في انتهاك حقوق الإنسان، إلى أن هذا الاعتذار يأتي ليكون الاعتراف الأول لحكومة غربية بمساعدة نظام القذافي على القبض والتخلص من المعارضين لنظامه. وهو يكشف أن الشعارات التي ترفعها الدول الغربية بأنها قائمة على احترام الحريات وكرامة الإنسان وحقوقه تكون قابلة للمساومة وفق مصالحها الخاصة فقط، بل مما يؤكده مراقبون كثر أن الاعتذار في توقيته الزمني وظرفه السياسي هو أيضا مواصلة لسياسات تحقيق مصالح بريطانيا. أعلن النائب بالمجلس الرئاسي المقترح فتح المجبري الخميس عن إقرار الترتيبات المالية للعام المالي 2018 بقيمة إجمالية قدرها 42 مليارا و511 مليونا و430 ألف دينار ليبي. وأوضح المجبري أن بند المرتبات بقيمة إجمالية قدرها 24 مليارا و500 مليون، بينما شكلت النفقات التسييرية مبلغا قدره 6 مليارات و700 مليون دينار و4 مليارات و700 مليون خصصتها الميزانية للمشروعات والتنمية، بالإضافة إلى 6 مليارات و500 مليون كنفقات للدعم. وانتقدت هيئة الرقابة الإدارية مشروع أو قرار المجلس الرئاسي المقترح بشأن الترتيبات المالية لسنة 2018 بشأن أو وما تضمنه من التوسع في الإنفاق العام، مما سيضاعف من خطورة الوضع الاقتصادي الذي تعانيه المدينة أو الدولة. وطالبت الهيئة بضرورة إدخال الإصلاحات اللازمة واعتماد سياسة تقشفية في إعداد الترتيبات المالية للدولة لسنة 2018، مؤكدة على أن الانتهاج الرئاسي المقترح لسياسة التوسع في الإنفاق العام سيفاقم من خطورة الوضع الاقتصادي والاستقرار المالي والذي تعاني الدولة من انعدامه. ترتيبات مالية للعام 2018 مرتفعة عن العام الماضي وعجز يفوق العشرة مليارات. التقرير التالي يرصد أبرز تفاصيل ما ورد في الترتيبات المالية. مثل العام الماضي 2017 لم تتفق الأطراف السياسية التي تتحكم بالمشهد السياسي في ليبيا على موازنة واحدة للبلاد تضمن استمرار الحياة المالية واستقرارها في شرق البلاد وغربها وجنوبها. الترتيبات للعام 2018 التي أقرها المجلس الرئاسي المقترح الخميس وأعلن عليها النائب الثاني فتح المجبري الذي ما ينفك يظهر في الملفات المالية في ليبيا وحيدا دون النواب الآخرين في الرئاسي المقترح. قيمة الترتيبات المالية التي بلغت 42 مليارا و511 مليونا و430 ألف دينار ليبي
مقابل 37 مليارا و560 مليون دينار في عام 2017، قيمة مرتفعة عن كل التوقعات التي رجحت تنفيذ ترتيبات متقشفة هذا العام في انتظار تطور إنتاج النفط وزيادة أسعاره عالميا، لكن الرئاسي أبى إلا أن يغرد وحيدا بترتيبات مالية سجلت ارتفاعا في كل بنودها، مثل بند المرتبات التي ارتفعت قيمة مخصصاته هذا العام بأكثر من 3 مليارات و760 مليون دينار عن العام الماضي، متخطية حاجز 24 مليار دينار. ترتيبات يرى خبراء لها بأن حجم العجز فيها سيكون أكثر من 10 مليارات دينار بالنظر إلى حجم الدخل القومي من النفط الذي سجل 31 مليار دينار فقط هذا العام. أكد المكتب الإعلامي لشركة البريغيا لتسويق النفط أن الإمدادات لمحطات الوقود تسير بشكل اعتيادي وأن الازدحام على المحطات لا مبرر له، مضيفا بأن كميات وفيرة من الوقود تخرج بشكل منتظم من مستودع طرابلس يوميا، مضيفا أن حجم الكميات التي تخرج من المستودع تبلغ حوالي 6 مليون لتر من البنزين. وأكد على أن الناقلة ريزبون تقوم حاليا بتفريغ حمولتها المقدرة ب 34 مليون لتر من الوقود، كما أن الناقلة أنوار ليبيا تستعد للرسو بميناء طرابلس البحري بعد إكمال الناقلة ريزبون الانتهاء من تفريغ حمولتها. استعرضت شركة مليتا للنفط والغاز نشاطها خلال عام 2018 فيما يخص الدراسات المكانية والمعملية وخطة الشركة لزيادة القدرة الانتاجية ونشاط الحفر التطويري، كما ناقش المجتمعون صيانة الآبار والمشاريع القائمة بالشركة، ومن بينها تطوير المشاريع البحرية مثل مشروع بحر السلام المرحلة الثانية. كل ذلك جرى نقاشه في مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وتم خلال اجتماع عقد في المؤسسة تمت مناقشة الآثار السلبية الناجمة عن إغلاق حقل الفيل والذي تسبب في خسائر كبيرة على مستوى الإنتاج، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع المقترحة وبرامج العمل لهذا العام والميزانيات المطلوبة. انطلقت الخميس فعاليات المهرجان الرياضي الإنساني الودي للمهاجرين غير الشرعيين لنزلاء فرع طرابلس طريق السكة، ويهدف المهرجان إلى تقديم أحد جوانب الحياة الطبيعية التي كان يعيشها المهاجر في بلاده، وذلك بحضور رئيس جهاز مكافحة الهجرة محمد بشر ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة محمد العمياني. أنهى 24 متدربا الخميس دورة تدريبية في مجال نظم المعلومات الجغرافية بالمركز التدريبي لبلدية طرابلس المركز، وتستهدف الدورة التي ستنفذ على 3 مراحل نحو 70 متدربا من مختلف أحياء العاصمة ضمن برنامج تدريبي مجدول يهدف إلى الرفع من كفاءة المهندسين في مجال تقنية المعلومات. انطلقت صباح الخميس قافلة للمساعدات الإنسانية لدار الوفاء للعجزة والمسنين بمدينة طرابلس برعاية إدارة الخدمات الصحية ببني وليد ومكتب الصحة بجمعية السلام بني وليد للأعمال الخيرية ومستشفى بني وليد العام، وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات لضيوف الدار من أدوية ومواد غذائية وملابس.
وكان في استقبال القافلة أعضاء إدارة الدار ورئيس المجلس المحلي ببني وليد ومدير القطاعات الخدمية بالمدينة وعدد من الضيوف. إلى خبر آخر، نعى المجلس الرئاسي المقترح الشاعر التونسي بشير العرابي مؤلف نشيد ليبيا الوطني والذي وافته المنية الخميس 10 مايو عن عمر جاوز 90 عاما قضاها شاعرا وأديبا وكشافا. اهتزت الساحة الأدبية التونسية والعربية الخميس لرحيل قامة في عالم الشعر والأدب والثقافة بعد أن أسلم الروح لباريها. الشاعر الراحل هو مؤلف النشيد الوطني لليبيا سنة 1955 بعد إعلان استقلالها، والذي أصبح معروفا بنشيد الاستقلال أو نشيد يا بلادي. وأخذي منا في وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك، لن نعود للقيود، قد تحررنا وحررنا الوطن، ليبيا 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 يا بلاد. ولد العريبي عام 1923 في تونس، واسمه بالكامل بشير بالحاج محمد بن حميدة. عمل والده وسيطا في نقل البضائع للتجار، وهو أصغر إخوته الثلاثة، وللراحل 3 أولاد وبنتان، وله 10 أحفاد. تلقى الراحل تعليمه الابتدائي في تونس، وتابع تعليمه حتى المرحلة الجامعية في جامعة الزيتونة، ونال شهادتها العلمية عام 1946، ومنها التحق بمدرسة الحقوق العليا، ولكنه لم يكمل دراسته، ويجيد اللغة الفرنسية فضلاً عن العربية. عين العريبي عام 1948 مدرساً في مدينة القيروان، ثم تابع مهنة التدريس في تونس العاصمة وجامعة الزيتونة والمدرسة الصادقية، ثم مديرا للمعهد الوطني للدراسات الإسلامية العليا في موريتانيا وغيرها من الوظائف الأخرى. انتسب الراحل بشير العريبي للحركة الكشفية في عام 1943 في جمعية الشبان قسم الكشافة، وانقطع فترة ليعود رسميا مطلع خمسينيات القرن الماضي، حتى أصبح من أبرز قادة الكشافة التونسية بل والعربية. بشير العريبي ترك وراءه تراثاً ثقافياً ووطنياً بامتياز، ولعل من أبرز أعماله نشيدنا الوطني يا بلادي، الذي مثل ولا زال يمثل للليبيين انتماءهم للوطن، لما يحمله من معاني الصبر والتضحية في سبيل رفعة الأوطان، وللصورة التي رسمها عن جهاد الليبيين وسعيهم لنيل استقلال بلادهم. غادرنا العريبي وغادر أهله وذويه الخميس 10 مايو 2018، 24 شعبان 1439 هجرية، ونحن لازلنا نحمل في ذاكرتنا صورة لرجل شهد أزمانا عديدة، وكتب لنا كلمات لا زالت تصدح في أرجاء بلادنا. إننا يا ليبيا لن نخذلك. بجهاد وجلاد ادفعي كيد الأعادي والعوادي، واسلمي اسلمي 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 طول المدى، إننا نحن الفداء ليبيا ليبيا. اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط الجمعة عن أعلى مستوى منذ عدة سنوات على أمل توفير إمدادات بديلة قد تسد الفراغ الذي سيتركه انخفاض الصادرات الإيرانية المرجح جراء العقوبات الأمريكية. وسجلت عقود خام برنت $77 و23 سنتا للبرميل بانخفاض قدره 24 سنتا، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 15 سنتا إلى $71 و21 سنتا للبرميل
بعد أن بلغ الخميس أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71 دولارا و89 سنتا للبرميل. ارتفعت أسعار الذهب الخميس مع هبوط الدولار من أعلى مستوياته في 2018 في أعقاب بيانات للتضخم في الولايات المتحدة جاءت أضعف من المتوقع، كما أعطت التوترات بين واشنطن وإيران دعما للمعدن النفيس، حيث ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 16% إلى 1320 دولارا و40 سنتا للأوقية في السوق الأمريكي، بينما صعدت العقود الأمريكية للذهب تسليم يونيو 17% لتبلغ عند التسوية 1322 دولارا و30 سنتا للأوقية. نتابع معكم أسعار بعض العملات الأجنبية في السوق الموازية. وبعد أخبار السياسة والاقتصاد لابد من جولة في أخبار الرياضة. قررت اللجنة العامة للتحكيم التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم إيقاف الحكم الدولي محمد رجب والحكم الثالث عصام الترهوني وإحالتهما للتحقيق على خلفية ما بدر منهما من تصرفات وقرارات خلال مباراة الاتحاد والأهلي بنغازي المدرجة ضمن منافسات الدوري الرباعي للتتويج. هذا وأكد المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي أن ما حدث من مهازل تحكيمية حسب وصفه في مباراة الأهلي بنغازي والاتحاد سيدفع إدارة النادي للمطالبة بكل ما يلزم لاستعادة حقوقها، وأن ما تم إعلانه بخصوص إيقاف الحكم محمد رجب والحكم الثالث عصام الترهوني لا يمثل إلا القليل، وأن إدارة النادي ستلجأ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها. من جانبه وجه رئيس مجلس إدارة نادي أهلي طرابلس ساسي بوعون بيانا رسميا طالب فيه الاتحاد العام الليبي لكرة القدم بتعيين حكام أجانب، وذلك لإدارة مباريات الدوري الرباعي للتتويج وإعادة الحقوق لأصحابها على خلفية ما صدر من قرارات تحكيمية مثيرة للجدل أثناء مباراة الاتحاد وضيفه الأهلي بنغازي. أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المنتخب الليبي للشباب مع مضيفه البوركيني المقررة مساء غد السبت على ملعب الرابع من أغسطس لطاقم تحكيم من سيراليون يتألف من حكم الوسط الدولي غيمون كوكير والحكم الثاني فرانكلين ماغا والحكم الثالث ميشيل كونتي، فيما سيتولى مهام الحكم الرابع توماس كونغوما وبمراقبة المالي موسى كانوتي. وصل المدرب التونسي الحبيب منصر البالغ من العمر 54 عاما إلى مدينة زوارة للإشراف على تدريب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الجزيرة ليخلف بالتالي نظيره نجيب كلانزا الذي تم الاستغناء عن خدماته مؤخرا. ما تبقى الآن هو تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. شورى مجاهدي درنا يعلن حل نفسه وتشكيل قوة حماية للمدينة. منظمة حقوقية دولية تستنكر التصعيد العسكري على تخوم درنا. أعيان الزاوية والزنتان يعقدون ملتقى للمصالحة الوطنية. وتابعتم أيضا شركة البريغا تؤكد أن إمدادات المحطات بالوقود تسير بشكل اعتيادي.
شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.